تم عرض جزء منها عليكم فيما سبق، والان تحتاج الى يديك برنامج التنميه للتقليد الذي يتضمن اربع محاور اساسيه، من هو البنيه التحتيه الطرقيه، الماء السائل للشرب، الكهرباء، وما يتعلق بالمجال الاجتماعي. الاخوان ديالي في المجلس الاقليمي اتشرفوا بان اتحدث باسمهم واشكرهم جزيل الشكر على مساهمتهم القيمه في اعداد هذا البرنامج. برنامج يرتكز بالاساس على الشراكه مع وزاره التخطيط، ولعل السيد الوزير سيطلع على ان كل ما يتعلق بالبنيه التحتيه الطرقيه الشريك المحتمل في هذا البرنامج هي وزاره التخطيط، ولهذا اؤكد لكم على ان التعويل كل التعويل على وزاره التخطيط وعلى السيد الامين العام ليده لتخليص نهايه بالمشاريع التي تم أعطاء طريقتها اليوم في مدينة العريش، وخصوصا المشاريع ديال التأهيل ديال الشرفة الأطلسية والحماية ديالها من البحر والتأهيل ديالها، مشاريع مهمة جدا اللي غتغير الوجه ديال المدينة، بالإضافة إلى مجموعة من المشاريع الأخرى الطرقية على مستوى مدينة العريش. كنتكلم على الطريق الدائرية اللي كتربط ما بين الضفة الجنوبية والشمالية، كذلك الطريق اللي غتكون تنمية الطريق الشمالية ديال مدخل مدينة العريش، مجموعة من المشاريع اللي ممكن أن الأخ الأمين العام ممكن أنه يتعرض لهم في الكلام ديالو. أنا هنايا باش نأكد لكم أن الأخ الأمين العام في عدة لقاءات برمجنا معها كمنتخبين على مستوى الوزارة، أبوابه دائما مفتوحة لاستقبالنا طبعا ووزارة البناء، وبالتعمل برنامج كما قال السيد عبد العزيز الجلولي على مستوى الإقليم اللي في مسطرة الأولويات ديال هذا الإقليم باش نشتغل عليه طبعا مع الأمين العام وعبر الأمين العام مع باقي الوزراء الاستقلاليين وعبرهم كذلك مع باقي أعضاء الحكومة لما لا في إطار التحالف الحكومي. فهذه مناسبة نشكركم جميعا على الحضور ديالكم، كذلك باسمكم اشكر الاخ الامين العام واشكر الاخ ممثل الجهه نائب رئيس الجهه وباقي اعضاء الجهه المرافقين له. ما ننساش كذلك انني نشكر باقي ممثلي الاحزاب السياسيه اللي حضروا معنا هنايا واللي لبوا الدعوه ديال الحضور، فشكرا جزيلا لكم جميعا والسلام عليكم. جزاك بركه. شنو غادي يقول؟ اولا كامل هذا كوزير مهم تحبوا الله، واهم من هذا الهدف كواحد عريشي منا فيها كنجيو بلا سمعه. ولكن في هذا الناس انني نذكر بعض الاشياء المهمه اللي يقدر الدكتور نزار بركه يستحي يقولها، لان هذا من شيخ الرجال والشرفاء على ان اليوم نقدر نقولها بالفم المليان. العريش ماشي هاد الشبكة كاملة، والعريش بالخصوص اليوم عندها واحد البطل كيدافع عليها اللي هو نزار بركة. بعد الانتخابات اللي مرت كانت ورود وكانت برامج، هذا حزب اللي كيترقصوا هذا البطل ماشي كيجمع الناس يتكلم معاهم في الانتخابات، بل هو كيعيط للمواطنين والمتعاطفين والفعاليات المدنيه من اجل تقديم الحصيله. ونقولوا ذاك الشيء اللي كنا كنقولوه واش حققناه ولا لا؟ السي العربي اعطى بعض الامثله بسيطه. انا في الحقيقه الله يكون في العون، انا من 10 الصباح وانا معاه يوم كامل من 10 الصباح حتى 7 ونص العشيه كل التسجيلات في هذا الاقليم والقرافطة والبني عروس والكل يوم فقط يوم فقط بلا ما نجيبو الترافع، لان حنا راه حقا في الجهه، انا كنائب رئيس الجهه والزميله ديالي معايا راه حنا كاملين خدامين تحت الاداره ديال الامين العام، ولهذا حنا باعاده سيد الوزير في غضون سنه تاريخية. علاش؟ لأن عندنا وزير من مدينة العريش، كما نشكر السيد الوزير معالي الوزير
كما نشكر معالي الوزير على هذه المشاريع المبرمجه لاستلام مدينه علائش وكذلك باقليم مدينه علائش. السيد معالي الوزير كان سبقنا قمنا بواحد زياره عند وزاره التجهيز وكان طرقنا لعده قضايا ومشاكل، والحمد لله لان في هذه السنه هذه يعني كنشوفوا مشاريع يعني كما سبق الاخوان ودخلوا انها كاينه في امر الواقع في ظرف سنه. والسيد معالي الوزير لانه كان سبق يعني كان صار رسانه الجنوبيه في الحمله الانتخابيه وكنا طرحنا عده مشاكل تتعلق بالرساله الجنوبيه بحكم موقع الرساله الجنوبيه والعلاقه التاريخيه بمعركه واد المخازن وكذلك الموقع الاستراتيجي ديال الرساله الجنوبيه، وكنا تطرقنا لعده مشاكل ومن بينها البنيه التحتيه. الحمد لله يعني في هذه المرحله كنشوفوا يعني الاشغال يعني اللي كتقوم بها وزاره التجهيز ديال الطريق الاقليميه 4402 لهذا الطريق اللي كتفك العزله ما بين جامعه القرويه وصولا لمدينه علائش. كذلك يعني المشروع ديال الطريق الجهويه اللي اصبحت وطنيه رقم 1 اللي كتربط ما بين الشلاليه مرورا برسانه الجنوبيه حتى القصر الكبير، وتعتبر هاد الطرق نموذجا يعني كتفك العزله على المناطق القرويه بحكم يعني الرساله الجنوبيه الموقع الاستراتيجي ديالها وانها اصبحت منطقه فلاحيه صحويه يعني كتجلب جميع المستثمرين اجانب ومغاربه باش تنمي هذه المنطقه وتخلق فرص الشغل بالمنطقه باش ما يبقاوش الشباب يهاجروا للمدينه. لهذا كنشكر الوزير على هذه المجهود الجباره اللي كيقوم بها وشكرا. دار واحد القرار اللي هو ضد بلادنا وبغى يدخل في القضاء ديالنا وبغى يدخل في الاستقلاليه ديال القرار ديالنا. سؤال كبير اللي هو مطروح. وفي الواقع اسمحوا لي نستعمل الدارجه، راه الواحد تيجي يحاول يفهم تيتسطى. لان تيقولوا تدافع على الديمقراطيه. شكون هو البلاد اللي عطاو اللي عرفوا حتى انتقال ديمقراطي كبير؟ بلاد اللي استطاع انه يدير دستور قوي، بلاد اللي جان انه الدستور اللي صوتنا عليه حنا فصوتوا عليه اكثر من 75% 73% ديال المواطنات والمواطنين، وصوتوا بنعم الاغلبيه المطلقه ديال 98% ديال المواطنين. بلاد اللي عرف جوج ديال التناوبات ديمقراطيه في 2011 مؤخرا في 2021، لان بالكم بان السياسه المتبعه ما كانتش هي السياسات الايجابيه، وصوتوا على التغيير وحنا تنديروا التغيير والحمد لله. في المقابل البلدان الاخرى اللي تيدعموها النسبه ديال اللي صوتات على الدستور ديالهم الجديد ما تجاوزاتش 25%، بل اقل من 20%، انتخابات ما بين 20-30% ومؤخرا 11%. واش هذا هو النموذج اللي تيدافع عليه الاتحاد الاوروبي؟ فاطمه يدعموا بلاد ديال الديمقراطيه الحقه، بلاد اللي دار واحد التطور مهم في مجال ديال حقوق الانسان، بلاد اللي دار واحد التطور مهم من خلال اصلاح والمصارحه، بلاد اللي دار واحد التطور مهم كذلك باش زول العقوبه الحبسيه من قانون الصحافه. هاد البلاد هو اللي تيضربوا فيه في الوقت اللي بلدان اخرى اللي هي تتزول الجمعيات ديال حقوق الانسان اللي هي تدخل العشرات الناس الحبس لانه قالوا كلمه حق، فهذو لا ندعموه. وبالتالي انا بغيت نقول لكم اليوم كوطنيين وكوطنيات بان الحقيقه ديال الامر وهو انه ما تقبلوش ان بلادنا فرض جلاله الملك تكون قوه صاعده اقليميه، ما تقبلوش ان بلادنا تقول لا احنا ما عندنا علاقه مع فرنسا، احنا عندنا استقلال القرار ديالنا.
مزيانين مع الولايات المتحدة، مزيانين مع الصين، مزيانين مع الهند، مزيانين مع روسيا، مزيانين مع كل القوى العظمى، ولكن حاجة واحدة، حنا نقولوا لا لتضر المصالح ديالنا، وبالتالي ما يمكنش نقبلوا أي واحد يضر المصالح ديالنا. وثالثا علاش هادشي؟ لأن الحمد لله القضية الوطنية ديالنا الكبرى، القضية ديال الوحدة الترابية، راهي الحمد لله بدات تتحسن. اليوم يمكن نقولكم بأن الولايات المتحدة اعترفت بمغربية الصحراء، اليوم يمكن نقولكم بأن إسبانيا اللي كانت محتلة الصحراء حتى هي مع الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، اليوم يمكن نقولكم بأن العدد 12 دولة أوروبية معنا، الدول العربية دول الخليج كلها معانا، الدول الافريقيه الثلثين ديال معانا، دول اسيا كذلك معانا، لانه تيشوفوا بان الحمد لله حنا ماشي في طريق ديال الحكم الذاتي تحت السياده المغربيه، وبان الاتحاد الاوروبي وانا نقول لكم بلدان اخرى ان شاء الله غتمشي في نفس الاتجاه، واننا غنطبقوا ان شاء الله الحكم الذاتي تحت السياده المغربيه. فهما بغاو يوقفوا العرقله ديال هاد الديناميه اللي تتعرف القضيه ديالنا الوطنيه على الصعيد الدبلوماسي. هذا علاش تيديروا هادشي؟ هذا علاش باغيين يضغطوا علينا باش يوقفوا هاد الديناميه؟ فحنا غنقولوا لكم ونقولوا لهاد الناس اللي ما بغاوش يفهموا بان ما كاين حل الا الحكم الذاتي تحت السياده المغربيه، والصحراء ستظل مغربيه. بل أكثر من ذلك، بل أكثر من ذلك، وهنا بغيت نقول لكم بخصوص هذا الأمر، بأنه اليوم حنا والحمد لله واخدين الطريق الصحيح، حنا والحمد لله في رجالة الملك، فحنا تنبغينا ندافعوا كذلك على الدول الإفريقية باش هاد الدول الإفريقية كذلك تعرف التنمية الحقة، باش أن هاد الدول الإفريقية كذلك أنها تخرج من الوصاية ديال بعض البلدان، باش أنه نقولوا كذلك بأنه فضل الدول العربية، فضل الدول الإفريقية، فضل الدول الشركاء ديالنا، المغرب إن شاء الله غيلعب واحد الدور محوري باش يعرفوا عن الإقلاع الحقيقي، وبلادنا إن شاء الله غتستافد من كل هاد الاستثمارات، من كل هاد الخيرات، وغنكون ان شاء الله والاقليم العرايش كذلك غيكون من اكبر المستفيدين ان شاء الله في هذه التنميه اللي حنا ماشيين فيها. انا بغيت نقول لكم في الواقع ان هادشي كله وباش ان شاء الله بلادنا تبقى دائما فوق الفوق، وانتم شفتوا الحمد لله كيفاش الفريق الوطني ديالنا فرفع الرايه ديال المغرب عاليه بالنيه وزير 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 الى الامام، فاحنا بلادنا ان شاء الله راه ماشي في نفس الاتجاه. باش يمكننا ان شاء الله نحققوا ذلك، باش في الواقع يمكننا نحققوا ذلك، ضروري نقويو الجبهه الداخليه ديالنا، ضروري نزيدو نقويو المناعه ديالنا، ضروري نزيدو نقويو كذلك القدره ديالنا التنافسيه، ضروري نزيدو نقويو القدره ديالنا كذلك ديال الصمود امام الازمات اللي تتعرفوها. ازمه كورونا والحمد لله تجاوزناها، ازمه ديال ارتفاع الاسعار الدوليه نتيجه ديال الحرب اوكرانيا راه حنا غنتجاوزوها شيئا فشيئا، ولكن المهم في هادشي كله، المهم في هادشي كله وهو اننا نكونوا كلنا مقتنعون بان اليوم ان شاء الله خدينا الطريق الصحيح، وبان بعد ما بنينا تجهيزات تحتيه اليوم غناكدوا على ان المواطن والمواطن الشاب والشابه كل مواطن، الناس الكبار والناس الصغار كلهم الاطفال ديالنا، انهم كلهم يكون ياخذوا حق، يكون عندهم الحق في التنميه الحقيقيه في بلادنا. وهنا ضروري نتكلم على واحد المشروع كبير، هذا المشروع الكبير هو اللي تلقوا جهات الملك ديال تعميم الحمايه الاجتماعيه. هذا المشروع انا اسمحوا لي نفسر لكم بسرعه، كانت عندي فرصة نتلاقى مع العديد من الأخوات والإخوة اللي كانوا تيجيو عندنا هنا وتيقولوا لنا مزيان أنا عندي بطاقة الرميد، ولكن شحال تصلح لي هذه بطاقة الرميد؟
بالنسبه للتغطية الصحية. حنا تنجيو نطلبو شحال هنا جاو تيقولو لي تنبغيو ناخدو موعد في المستشفى تيخصنا 6 شهور باش ناخدو هذاك الموعد. وبالتالي هاد البطاقة علاش غتصلح؟ شحال اللي كانوا هنا تيجيو تيقولو لنا الأخوات والإخوة في القصر الكبير في العرايش وخصوصا الجامعة القروية تيقولوا لنا وحنا أنا تاجر أنا خياطة أنا تنشتغل في مجال فلاحي أنا فلاح ما عنديش الحق حتى أنا تكون عندي تغطية صحية. هذا سؤال كبير اللي كان مطروح. واليوم يمكن نقول لكم طب جلالة الملك والمجهود اللي بدلنا خلال هذه السنة في سنة وحدة اليوم كل الناس اللي كان عندهم الرماد كلهم دازوا عندهم ضمان اجتماعي اي عندهم بحال اللي هو الناس اللي تخدموا في القطاع الخاص. والصندوق الضمان الاجتماعي شنو هو؟ باش نفسر لكم بان اليوم الانصاف اللي دافعنا عليه راه بدينا نطبقوا على ارض الواقع اي ان هذاك اللي هو موظف او لا هذاك اللي هو عامل ولا خدام اللي عنده ضمان اجتماعي فهو بحال هذاك الفقير اللي عنده كذلك ضمان اجتماعي اي انه تيمكن له اولا يمشي للمستشفى العمومي وما يخلصش واذا ما لقاش بلاصه في المستشفى العمومي تيمكن له يمشي للقطاع الخاص ويخلص من بعد الضمان الاجتماعي يردوا الفلوس. ثانيا انه قبل كان اصحاب الرماد عندهم واحد السله علاجات قليله دابا اي مرض اللي عنده مشكل عيني اللي عنده مشكل سنان اللي عنده امراض اخرى فاليوم غيمكنو يداوى فضل صندوق الضمان الاجتماعي. اليوم عندنا يمكن نقول لكم بان عندنا 11 مليون ديال المغاربه اليوم كلهم اليوم عندهم ضمان اجتماعي وهذا واحد التطور مهم اللي وقع. واكثر من ذلك هذاك الفلاح الصغير اللي هو عايش في العوامره هذاك الفلاح الصغير اليوم عنده الحق كذلك في الضمان الاجتماعي. هذاك التاجر كذلك اللي عندنا هنا في القصر الكبير حتى هو عنده الحق في الضمان الاجتماعي. هذيك الخياطه هذاك العامل هذ كل الاخوان كلهم اللي ما كانش عندهم الحق الثلثين ديال المغاربه 40% ديال المغاربه ما كانش عندهم الحق في الضمان الاجتماعي.